Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sholawat mansub yang diijazahkan oleh Habib Soleh bin Musyid Al-Hamid Tanggul Jember, yang audionya ini dibawakan oleh Ustadz Muhammad Misbahul Munir dari Lawang, pimpinan Majelis Maulid Nurul Syafaat. Semoga kita semua diberikan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berkat selawat yang kita baca maupun yang kita dengarkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tataliqu biha al-usub wa talinu biha وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب
وتطالق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها
الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم
صلي على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه
ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب
وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد
تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم
صلي على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه
ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب
وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب